السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على اقتراب نهاية بقايا العصابة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نهاية بقايا العصابة اللي رانا قارعوا لها بفارغ الصبر، عاجلا ليس بآجلا. ما غاديش يقعدوا، هذه باش نقول لك ما غاديش يقعدوا. هاد الناس غادي يروحوا ما يقعدوش، الله بربي اللي كان امن بهم يروح يشل 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 لهم بلا جبل. وين نعطيكم وين فين قضيه اخرى، وين هذاك باي عبود وين راه في التحقيقات معمقه، وهو مكلف فقط مكلف بالاعلام. هشام بي عبود، انا نقول اسماوات، هذه اللي جايبت لي المشاكل. مين قلت جبت اسماوات؟ هشام بي عبود المكلف بالاعلام فقط، زور وكاله ومحضر الجمعيه العامه للفريق الهاوي للمولوديه الجزائر. هو يعمل معاهم داخل معاهم، يقول لك حنا رانا نخدموا في صالح كره القدم. انت في بوشاوي تاع مسح الاراضي تاع التنميه الريفيه في بوشاوي، انت قاضبه مكلف بالاعلام. قلنا علاه داروك علاه زدتي جابك دارك مكلف بالاعلام؟ تعرف زعما تعرف؟ قلنا علاه الجبل اللي في جيجل، الجبل اللي في ابن عباس في بشار تاع تيارت، هذو اللي باينين مليها. ربي يدري، ربي يدري برك مليها، ربي داري. وين عاودوا نولوا؟ هشام بي عبود زوره وكاله محضر الجمعيه العامه للفريق الهاوي لمولوديه الجزائر، مثلما زور محضر ورقله العام الماضي في القضيه للمتابعه. قضيه راهي للمتابعه، راهي في لونكيت، راهي في لونكيت. كان يقول لك، كان يجي يقول لك يكتب لك ولا في الفيسبوك ولا يكتب لك يقول لك وين راه الوزير؟ يا ودي الوزير راه دار ليجان، دار جماعه تاع مكافحة الفساد، مكافحة منا، مكافحة تاع شرا داير ولا؟ يا ودي الاتحادية هذي راهي 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 مخلينا هي اي في وسط في البحر، بصح مخلينا تروح للواد. صايق اي قريبة، اي قريبة، مكفنا قاضي ماضي يعلنوا غير على الجنازة، بقات يعلنوا على اللي يبرحوا على الجنازة برك. هذا مكان ما القضية، صايق قضية راحت زاد شي مسكين ولا لا دوزا صحيح. ما راهمش خضره فوق الطعام، راهم مكاش، راهم مكاش. برناوي يا سي برناوي، قدمت الملف تاعك، ملفات، خاطش انت من هذيك الجماعه، انت جابك الهادي ود علي. خشت واحد، انا هدرت عليه البارح، شفت واحد كاتب لي قال لي برناوي جا في 2019. لا راك غلط، برناوي كان سيكريتير تاع الهادي ود علي، جابوا الهادي ود علي، جابوا حداد وجابوا الهادي ود علي. برناوي بيراف راه يدمر فيه، بيراف راه يدمر فيه باش يركب رئيس اللجنه الاولمبيه. يا وذاك البوست ما طيقلاش، انت يا حاجه غير شرعيه ولي تقولنا شرعيه، ومن بعد خرجت ولي تعاير ولي تقول لهم باين نكشف. انا كنت نكذب على الشعب نقول لهم بلي زادشي شرعي، خاطش عليه باش نديرو لم للشمل، نديرو تربع غادي. روح خويا روح، روح دبر نابيكي على روحك اكتيفي، انا نقولها لك. روح خويا وكلاه، وحنا على بالنا شكون راهم يدمروا فيك، جماعة تاع لاس دياس، وجماعة جماعة بيراف، واللي خلاهم بيراف، اللي خلا ذوك مسائل بيراف، خلاهم، راهم فما كيخدموا لك، على بالنا كاع شتا كاين، كي أنا مواطن بسيط على بالي، الفواقة، راهم حالين لك كرشك ويشوفوك كيما ويخلوك تلعب. خلوك طالع كونترا، خلوك طالع تلعب في لا ديفونس، ايا ديجاجمو تاع غارديا يمركولك خاطش ما عندكش لا ديفونس.
انت تلعب في لعبتك تقول بلي انا طايح صحيح وما مخلينك هكا دير كرك ام يشوفك تصيبوا مركاولك عقل عليها مليح شنو نقول لك عايشه حلت الدوسي الزوج سمع بيها سمعوا بيها بالك ناس دخلوا معايا جدد تعقلوا عليها شنو كنت نقول لكم تغدى عايشه من القبر وتدي الخبر عايشه حلت الملف الزوج حلت الملف في كرة القدم أي حاطة الملفات وحلت فيها الملف كل خطأ تعطيهم ملف عايشة كو تعرف ذي الكلمة ولدي كو تعرف ذي الكلمة تاع الشهرات جايكم تبعيها افتح افتح تولوا حافظين الحس تاع الفورغو تاع الجدارمية لوندروفيل تولو حافظين الحس تاعها الموتر تاعها تولو تعرفينه كي يجي جاي في الدورة في الزنقة التحتانية ويجو طالعين يقول لك كابا 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 ليك مجدتها كابا الكابا كابا ليك مجدتها هذا ما تسمع كي تجو طالعين تقول ادير لك ادير دارك الكابا كابا 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 هي تبقاو الاخر هي كيما هاك تزوير وهذا بيع عبود هذا في الاخرى في كسموها مومبر في الجمعيه العامه تاع مومبر في الجمعيه العامه تاع الهو الهاوي الفريق الهاوي تاع مولوديه الجزائر علاش في الماك هذا قاعد من قال اي راه نقول لك بروح هذه المولوديه مولوديه دالجي هذه مولودية دالجي أنا قلت لكم نهار الأول الناس يعايروا فيها من تحكم فيها باطيمة تحكم فيها باطيمة وهي بارادو هي اللي تحكم في مولودية ألجي هي اللي تحكم فيها نعطيكم الرسمي هذه بغيتوا تبغوا بغيتوا تكر هذه نعطيها لكم مولودية تحكم فيها بارادو راهي من 2017 تحكم فيها نهار اللي وخروا عمر غريب مولودية ولا تاع بارادو نعطيكم الحقيقة هذه تما هذه معظم الأنصار على بالهم مولودية تحكم فيها بارادو التزوير هذه المسؤولين هذو تاع كرة القدم يعرفوا التزوير التبذير الأموال يعني شوف ما تأمنش راسك كيفاش والعصابة في النهاية بقايا العصابة وصايك باقي في كرة القدم كاين انذال كاين واحد النبتة صغيرة راهم واحد النبتة رانا عارفينها كاع راهي ان شاء الله بربي هذيك النبتة غي قطرة تاع لاسيد قطرة تاع لاسيد قطرة كاع يروح صاي انا نقول لكم وتحية الجزائر مع التالي نقول لكم تحية الجزائر خاطر جميع انا قلت كنت نقول نهدرها ونعاودها الجزائر صار لها كي النخلة ولي يدور بها والله الاخلة بالمطول عاجل ام اجل تنكشف دخلها لكم ليه في راسك عاجل يا ودي ام اجل الكشف فيها اللي يكون خبيث الجزائر تكشفه واللي يكون صافي الجزائر تنفه مع الاوائل جي جاي لنا جايين تكذبوا على الشعب وتضرب خباثه والله لا خباثه تصيب خبيث في اليوتيوب تصيب خبيث في طايقين خبيث في اليوتيوب طايقين خبيث في لي باج طايقين خباثه وهذو كاع نعرفهم هذو كاع خرجوا انستغرام يخدموا وحدهم علاه كان 3000 باجا كاع تابعه لانيس رحماني 3000 باجا كاع كانت تابعه لانيس رحماني وكاع انتشروا اللي راحوا قاسوا رواحهم في الاتحاديه ونعرفهم انا نعرف صحفي عنده 22 باجا 22 باج موقع عنده 22 موقع حال هكا باسمه وتحل 22 موقع ماشي تاعو هو وحده عنده جماعه هو يتحكم فيها صحافي نعرفها مليح نبدا يقلع لي لي كوموند مين نكتب له نقول له اودي هنا على الشيطان يقلع هنا على الشيطان هذا ما نقول له نقول له على الشيطان
يسيبك كومونتير واحد على الشيطان 22 على الشيطان يا الشيطان وما كان والو. تحية الجزائر.